قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد أسعيد إن العلاقات بين الجزائر وفرنسا جيدة، خاصة بين الرئيس عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون. وأضاف أسعيد خلال ندوة صحفية أن رئيس الجمهورية يكن علاقة محترمة للرئيس الفرنسي، كما أن الرئيس الفرنسي ماكرون يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر، غير أن هناك لوبيات فرنسية معروفة وذات مصالح مرتبطة بأطراف موجودين في المنطقة تكن حقدا الجزائر. وكشف المستشار الرئاسي أن هذه اللوبيات لم تهضم استقلال الجزائر، وكلما ظهرت علاقة أحسن في الأفق ظهرت هذه اللوبيات للتشويش على كل خطوة بناءة. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.